بهاد المستوى هذا حطوا لي سبعاني في الجو ولا سبعه في الجو انا ولد انايا. يا معكم انس اي كي اي شهاب ولد مراكش. سجلت اول ديسك في 2015 ولكن ماشي زعما بديت الراب ديك الساعة في 2015. اول ديسك حشو في يوتيوب هو سوموم حشو في 2017. من تما تعرفت على واحد الدري سميتو ماديش شراوت لا من تما تلاقيت انا وياه فهمشي. ما كنتش كنعرف بزاف د الحوايج على موسيقى وعلمني شحال من حاجة فهمشي حيت تبارك الله الدري كرياتيف صافي وراني شي حوايج ما كنتش عارفهم كاع صافي بقيتش غادي على هذاك الهيت ديال الراب فهمتي صافي تا وصلت هادشي اللي وصل هذا. كان جا عندي واحد الدر ديك الساعة أنايا أش كنت كندير في اللول كنكون مريح في القسم كتبان ليا فهمتي شي واحد بلا بدون عنصر يا شي واحد قلاوي بهاد المعنى شي واحد كحل شي واحد عور فهمتي ميز على نتاع القسم شنكتب عليه فهمتي باش يخراو عليه القسم كامل الضحكة هادي كانش فيه من شما فهمتي عندي الكتابة كانش من شما جا عندي واحد الدري قال لي اش بان لك نمشيو نسجلوا واحد التراك وعند واحد الدري شنعرفوه في القسم قلت له صافي الصاط ما كاينش مشكل هذا الديسك نتاع 2015 هو اللي سجلته صافي من شما قلت لك من شما 2017 عطيش على الخدمة 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 باش نقول لك شوف بعد الجينيراسيون القديمة تي شوف خارية خارية ولكن كاينين دراري تبارك الله طالعين ما نعاودش لك الدراري ديال باد بويز كاين منهم مهدي كاين عوشاني واحد الدري موسترو كاين سبينو كاين لي المركز كاينين دراري تبارك الله عليهم بزاف شوف كيبو وخدم كاين تشعزا وتشاو شرط لهم هادي هي فين كيطيحوا جميع الروابا ديال مراكش وهنا فين بحالاش بين نقول لك بحال ما كي واحد كيتشابه الاخر فهمتي واحد كيتشابه الاخر ما مساعدش خصك تذوب له خط الراب فهمتي له خط الراب بحال ما محداش ما كزاويه ما رباطيه ما فهمتي هذه هي اللي خاص بنادم يحاول يديرها حيت طرابي بالمراكشيه تجبان عاو 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 بحال اش دير الشعر ونعطيو ديكزامبل هو النيسيو خصي يمشي الصيف يمشي يدير شي حاجه زوينه يخليها فهمتي يخليها زين ما يدير شي حاجه صافي حيت دابا شي صحابو مش مراكشين هكاك كيراب وماشي هكاك كيراب جينا نبحثو راه كاينين دراري مقودين هاد فري هادي كانت طرات ليا في 2017 كنت ما نكذبش عليك كنت قرايه ولكن كنت تاصر او ميم طون فهمتي كنت تاصر ديما مرسوم عند الاساسي داو اللعيبات بحق بهذا المستوى هذا حطوا لي سبعاني في الجو ولا سبعه في الجو انا بحق بهود انايا وقلت اش ندير ما ندير لي انشقام اش درت انا واحد جوج دراري قلنا نجيبوا ليسانس نقول لك نعطيك هادشي بالتفاصيل جبنا ليسانس دخلنا تنقول لك نقزنا من السبور مشينا تنقول لك رشينا ليسانس على واحد القسم مخيف تنقول لك تشات كيفنا واحد القرو حنا نديرو ليه ديك يد العافية بشاخ احزاق تنقول لك في العشية طاشي باشي كلشي اوكرانيا كلشي للحبس الصار دوس واحد الاكسبيريونس بحال غيرتني فهمتي داكشي ما منوش داكشي ما منوش فهمتي البسالة وداكشي صافي حتى ما طاحش 2021 هادي صافي خصها تمشي هذيك العقلية وبنادم يمشي حضاري فهمتي حيت القراية ما نكذبش عليك راه انا انفو خرجت من الحبس راه كنجري وكنجري وكنعاود وكنجري كنعاود باش نرجع القراية شوف الحمد لله رجعت للقراية فهمتي
هادشي اللي ننصحكم به، فمشي قرايتكم ما عمركم تفرشوا في هاد الدراري. الروب اللي كيعجبوا لي في المغرب تعجبني راسي بعد انا هو الاول. هادشي كاينين دراري، كاين طوطو سمول اكس طاني ماد اتش بلاك، كاينين دراري مقاود. المساج اللي بنقول فهمتي للروابا كاع اللي فهمتي باينين هاد ليامات اللي باينين في الشاشه، المهم راه كاين شي غيه فهمتي يد في تطلع شي واحد فهمتي ما معروفش، راه ما فيها باس ان شاء الله دار شي واحد سي بورش فهمتي لهداك الدري اللي ما معروفش، راه ما خسرش عليه والو، ولكن هو كيح هذاك الدري اللي انت اللي سي بورش شال، راه هو بالفرحاش عليه فهمتي، عارف كي كيحسبها هو كيحسبها في شكال وكيحسبها شحال من لعيب. المهم خصك تكون يد فيت، حيت لما كانتش يد فيت راه ما غاديش يطلع هاد الشيء هاد الخرا هذا ما غاديش يطلع. البوم ديال طوطو باش ما نكذبوش على الله عجبوني فيه شي دياس، كعجبني طانغو بحال هاد ليريكس اللي كتسمع في هاد الديسك كتسمع في هاد الديسك ونص الفلواج فهمتي كيتعاودو قليل عاوتاني فين الا داك طانغو، وكاين اللي تيقول هذاك ار تي اش تي تيقول كوبي لايل ولا اي دون جيف فاك، مي تشاو زوين مي فهمتي بحال طاح في المونوتون ولا شي لعبه بحال هكا صافي. ولكن اللي عجبني اكثر هو ديك 3 سنين اللي دار راه ما دارهاش على الخاو، دارها فهمتي بحال فكر بواحد المنهجيه ولي انترناسيونال، هذا الشيء اللي عجبني انايا في كاع الالبوم فهمتي. اما الدياس كل لعبه باش عجبني طانغو بواحد، اما عجبتني هذيك الطريقه ديال زعما باش يولي انترناسيونال في 3 سنين اللي قال هو غبر على فلان. خصنا نعرفوا على من صوتو، دابا ما كنعرفوش على من كنصوتو، دابا حنا كلشي كيبان لك فهمتي في التلفازه مركب الماسك، راه ما غاديش تعرف على من صوت حيت راه تحشى فينا القلب ما مره مش، فلذلك كل صوت على كراسه. شدت علي ان شاء الله ختم في واحد الاوبي واحد تيس كيتلاح ان شاء الله السمانة الجاية، هيكون دريل اخر ديسك ومراغلح اوبي وان شاء الله عاوتاني اللي جاي معاه.